بحضور رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ولفيف من الوزراء والسفراء الأفارقة، عقدت فعاليات اللجنة الفنية لوزراء التنمية المحلية الأفارقة في إطار الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها مصر. استضافت جمهورية مصر العربية لاجتماع الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، تعكس التزام مصر بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك في إطار سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة دولنا وحكوماتنا الأفريقية. تضمنت الفعاليات مناقشة خطة العمل لعدد من المبادرات للتعاون في تحقيق التنمية في إفريقيا وإعداد قانون نموذجي كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الإفريقي بشأن التنمية المستدامة للمستوطنات الحضرية والبشرية في إفريقيا، كما ناقشت الجلسة التصديق على الميثاق الإفريقي للقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية انتهاء بانتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي. هناك العديد من الخدمات غير الفعالة لا تحقق تطلعات الناس، يجب وضع أسس. لدينا مشكلة في التطوير في نظام المدن والمحلية بملاوي، وهو قديم وتحديدا في المناطق النائية. هناك تعاون بين الخبراء والسياسيين في شتى المجالات. كمنظمات نحاول سن بعض القواعد المتطورة في شتى التخصصات الخاصة بالتنمية المحلية. I am representing our country with regards to public service management. أمثل بلدي للخدمات العامة، وأهم الصعاب المشتركة التي واجهتنا نحصر التفتت الإفريقي من أجل الاتحاد مرة أخرى، ونحاول ننفذ هذه الأنشطة للتعاون الإفريقي لدعم القيم والمبادئ. So it speaks about promoting the interest. المؤتمر يحاول الارتقاء بالمجتمع للتطوير لتحقيق استراتيجية 2030. وتبادل الخبرات بين الشعوب ويصب في مصلحة الاتحاد الإفريقي. تأتي استضافة مصر للمرة الثانية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الإفريقي انعكاسا لدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرصا من الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة في القارة وتوحيد وجهات النظر الإفريقية حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، بجانب توفير منصة مشتركة في مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة الإفريقية. من مصر، عمرو موسى.